الكادر إلى توجيهات معالي وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة وتوجيه أعلى من دولة رئيس الوزراء بإزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة المعتمدة على المياه السطحية. اليوم نحن في هذا الموقع وقد تلاقوا مسؤولين إدارة عمليات كبو مع مصاحبة المسؤولين الله يكرم محافظة الموارد المائية والمياه الجوفية ومدير الصيانة وبقية التشكيلات. اليوم إشراف على إزالة البحيرات الموجودة كما تلاحظون لقد جلس إن شاء الله 5 بحيرات تم فتح منفذ لإزالة المياه بعد إزالة الأكتاف والعمل مستمر إن شاء الله. نحن الآن في موقع إزالة بحيرات الأسماك في محافظة كركوك، واليوم زيارة رئيس غرفة الشحة لمحافظة كركوك دكتور ميثم وبحضور الجهات المعنية ومدراء التشكيلات المياه الجوفية والصيانة والشعب المعنية. العمل مستمر في إزالة بحيرات الأسماك وهنالك مواقف يومية وتقارير تقدم إلى مراجعنا، مواقف مشتركة توقع من قبل القوات الأمنية وممثلين وممثلين دوائر الزراعة والكهرباء والمياه الجوفية والصيانة، والعمل مستمر بوتيرة جيدة. وبالنسبة إلى الأحواض اللي على المياه السطحية ولاحقا الأحواض اللي تكون على المياه الجوفية، وسيتم الاستمرار في هذه الحملة لحين إنجاز الهدف المطلوب.